ثم دخل إلى عرفات وكان راكبا على راحلته، فمضى حتى أتى الصخرات. الصخرات الآن هي أسفل ما يسمى بجبل الرحمة. فوقف هناك صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة وتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء. في يوم عرفة أطيب ما يكون التذلل لله سبحانه وتعالى. أخرج الإمام البيهقي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة رافعا يديه أمام صدره كهيئة المستطعم. وإيش المستطعم؟ يعني الفقير الذي وصل إلى درجة شدة الجوع. ماذا يقول دقيقة مطعموني؟ هكذا من شدة فقره. سيدنا رسول الله يستشعر هذا الفقر لله لا لأحد سواه كهيئة المستطعم. أكثر الناس قلوبهم معلقة بالناس، أما هو فقلبه معلق بمولاه سبحانه وتعالى. أخرج الإمام أحمد والترمذي وغيرهما عن عمرو بن شعيب رحمه الله عن أبيه عن جده أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أي وأفضل صيغ الدعاء التي أتقرب بها إلى الله هذا الذي قاله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد يخطر في بال إنسان بهذا ليس دعاء، هذا توحيد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. ما الذي دعا؟ ما الذي قاله فيه؟ إذا أقررت بتوحيد الله سبحانه وتعالى في موضع يطلب منك أن تدعوه أعطاك من خير أو خير ما يعطي السائلين. من شغله ذكري عن مسألتي، كما ورد في الحديث الصحيح القدسي، من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. وكان من جملة ما قال، قال كلاما طيبا عجيبا كريما طيبا أحببت أن أسوق بعضه. أخرج الإمام أحمد رحمه الله في المسند من حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعرفة من آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال: فقال: وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. هكذا يقول الزبير سمعه يتلو الآية، أي سيدنا رسول الله، ويختمها بأن يقول: وأنا على ذلك من الشاهدين يا رب. إذا كنت أنت يا أيها العظيم يا ربنا قد شهدت بوحدانيتك وبفضل العباد المؤمنين العلماء والملائكة المقربين، فأنا أشهد بما شهدت به. فلو أخرج الطبراني في حديث ذكره الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في سيرته ولم يعلق عليه بتضعيف، من حديث عبد الله بن عباس قال: كان فيما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني. كلام لطيف من أجمل ما تسمع يا أيها الإنسان المسلم، من أجمل ما تستشعر به مناجاة العبد بينه وبين مولاه سبحانه وتعالى.
تستشعر حقيقة القرب من الله تعالى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. اسمع وأصغي، وقد أصغت الدنيا في ذلك الموقف لهذه الأدعية الطيبة. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، ولا يخفى عليك شيء من أمري. أنا البائس الفقير المستغيث المستجير. تحقيق معنى العبودية، أنا البائس الفقير المستغيث المستجير، الوجل المشفق المعترف بذنبه. من الذي يقول الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي عصمه من الذنوب يقول المعترف بذنبه، أنا المعترف بذنبي. وأقول وأكرر دائما وأبدا ولا أزال أكررها دوما، أين أنت يا أيها الإنسان المؤمن العاقل حينما يأتيك الشيطان فتستكبر ببعض أعمال صالحة هي في الأصل من توفيق الله لك؟ تستكبر أنك تأتي للمسجد، تستكبر أنك تؤدي الجماعة وتنظر إلى الناس شزرا، من هذا؟ هذا لا يصلي، هذا لا يعرف الدعاء، هذا لا يفعل، هذا لا يفعل، أنا خير منه. هكذا يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعترف بذنبه. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال الذليل، وأدعوك دعاء الخائف المستجير، من خضعت لك رقبته. الله أكبر، ما هذا التذلل؟ وما أطيب الذل بين يدي الله. والله يا أيها الكرام، ما أطيب الذل ومناجاة العبد لمولاه. هنا تسكب العبرات حقا، من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسده ورغم لك أنفه. كان العرب يستعملون هذه الكلمة كناية عن الإذلال، إذا أذل إنسان إنسانا يقولون أرغم الله أنفه، يعني أوصل أنفه إلى الرغام أو الرغام وهو التراب، يعني من شدة الذل ما بقي له قيمة أبدا. يصف نفسه صلى الله عليه وسلم بتحقيق الذل، خضعت لك رقبته، فاضت لك عبرته، ذل لك جسده، رغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك رب شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. سبحان الله، لعل الله تعالى يعينني أكتبها إذا أراد بعض إخوتي أن يحفظها. أدعية الله.